ينضم معنا من عمان عبر السكايب أحمد عزام، محلل أسواق المال لدى مجموعة إكويتي. مرحبا بك أستاذ أحمد. بداية من الولايات المتحدة، لأنه البارحة الكونغرس الأمريكي تجنب الإغلاق الحكومي وأقر مشروع قانون مؤقت للتمويل بدعم ساحق من الديمقراطيين. لو حدث هذا الإغلاق، ماذا يعني بالنسبة للولايات المتحدة، وما هي الآثار المترتبة إن كان على الولايات المتحدة كأسواق مالية أو حتى كتصنيف ائتماني أيضا للولايات المتحدة؟ مساء الخير، هذه شكرا للاستضافة. مساء النور. نعم، بكل تأكيد مسلسل المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال مستمر. هذه المرة كان على المدى المتوسط، أو الإنفاق على المدى المتوسط والمدى القصير. نعم، بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية قد اجتازت أيضا بإجماع التصويت هذه المرة على زيادة الإنفاق لأشهر قليلة هذه المرة هذه. لكن على ما أعتقد بكل تأكيد الإغلاق الحكومي كان لو حصل هو بكل تأكيد مكرر، سيناريو مكرر للمرة الرابعة عشر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، كان منذ آخر مرة في عام 2018. نعم، عندما ننظر إلى الإغلاق الحكومي بكل تأكيد له آثار قد تكون مضرة جدا في الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع محاورة أو مع محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لرفع النمو الاقتصادي في ظل الفوائد المرتفعة. فبكل تأكيد الإغلاق الحكومي يعني تقليص الإنفاق، تقليص الإنفاق يعني بكل تأكيد تخفيض النمو الاقتصادي في الوقت الذي يبحث فيه الولايات المتحدة الأمريكية عن نمو اقتصادي جيد. فبكل تأكيد كان سوف يكون له ضرر شديد، ضرر سلبي على الاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل. نعم، كما تفضلت فادي وهادي، وقد تحدثت وذكرت بأن إمكانية الإغلاق الحكومي قد يؤثر على تصنيف الائتماني في الفترة القادمة. كانت وكالة موديز هي الوكالة الأخيرة التي لم تخفض تصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد أشارت بأن الإغلاق الحكومي قد يثير إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني من وكالة موديز. بكل تأكيد عند تخفيض التصنيف الائتماني سوف يدفع السندات الحكومية الأمريكية إلى بعض المخاوف، وهنا أقصد المستثمرين في السندات الأمريكية. هذا ما قد لاحظناه هذه بارتفاعات العوائد للسندات في الفترة الأخيرة، عوائد السندات قصيرة الأجل وحتى طويلة الأجل في الفترة الأخيرة، مما أعطى مخاوف بأن الإغلاق الحكومي قد يكون له تأثير على التصنيف الائتماني، تأثير على السندات الأمريكية، وهذا ما قد دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الدولار الأمريكي كتحوط ملاذ آمن في الوقت الذي كانت السندات تسجل انخفاضات بينما العوائد تسجل ارتفاعات من المخاوف من التصنيف الائتماني. جدير بالذكر هنا بأن 33 تريليون دولار هي مديونية الولايات المتحدة الأمريكية، 80 أو 84 مضاعف في آخر عام، فأعتقد المسلسل سوف يستمر في الفترة القادمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مديونية مستمرة، ارتفاعات في الفترة القادمة، ولما لا أن نعود ونسمع في العام القادم المخاوف من الإغلاقات الحكومية مرة أخرى. يعني المشاكل التي كادت الولايات المتحدة أن تقع فيها في حزيران الماضي وتم تجنبها، تم تجنبها أو ربما تم تأجيلها، سنعود ونواجهها في العام القادم؟ نعم، هذه بكل تأكيد عند مع مرور الوقت المديونية تستمر في الارتفاعات. 32 تريليون دولار كانت في العام الماضي، 33 تريليون دولار في العام الحالي. نعم، حتى بأسعار الفوائد المرتفعة سوف تكون لها ضريبة باهظة على النمو الاقتصادي، مما قد يدفع أيضا الاقتصاد الأمريكي لزيادة الإنفاق. بكل تأكيد عندما ينخفض النمو الاقتصادي الاقتصادات الكبرى تتجه إلى محاولة زيادة الإنفاقات، وهذا ما قد يلجأ إليه طبعا الولايات المتحدة الأمريكية في حال تعثر النمو في الفترة القادمة، مما قد يدفع أيضا زيادة المديونية، وهو بكل تأكيد متوقع بقوة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاقتصاد تحديدا، مما قد يدفع أسعار أخرى. هنا هذه فقط بكل تأكيد عندما ننظر إلى الإنفاق الحكومي ومحاولة الوصول إلى حلول، الحلول تكون وصولها لفترة زمنية قصيرة، هي انفاق أو محاولة إيجاد اتفاق انفاقي لفترة زمنية قصيرة. شهر 11 أو شهر في العام الحالي سوف أيضا على نفس الوتيرة، هل الانفاق الحكومي للفترة القصيرة الزمن سوف يتم تمديده من الولايات المتحدة الأمريكية؟ وبكل تأكيد كل عام سوف نعود إلى نفس السيناريو. طيب، أيضا هناك حديث لمحافظ البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، يعني اجتماع مع قادة بعض الشركات، وأيضا الأسواق بطبيعة الحال ستراقب ما سيتكلم به جيروم باول حول موضوع التضخم وسياسة التجديد النقدي ورفع الفائدة. ما هو المتوقع بالنسبة لهذا الحديث
كيف سيكون حديث جيروم بول بخصوص كل الإجراءات التي اتخذها الفيدرالي بخصوص رفع الفائدة؟ نعم، هذه عندما ننظر إلى حديث جيروم باول على ما أعتقد لن يكون هناك الجديد، خاصة في قرار اليوم. البلاك أوت أو أحاديث أعضاء الفيدرالي الأمريكي بدأت منذ الأسبوع الماضي. 3 أعضاء فيدرالي أمريكي قد تحدثوا، كولينز، بومان، كشكاري، 3 أعضاء من الفيدرالي الأمريكي كانت لهم لهجة صقورية، لهجة تشددية. بكل تأكيد الأسواق باتت تعتقد تماما أن الفيدرالي الأمريكي سيتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة زمنية مما كانت تتوقعه أو أطول مما كانت تتوقعه سابقا. عندما ننظر إلى التوقعات السابقة كانت إلى عام 2024 بداية أو الربع الأول في عام 2024، على ما أعتقد حاليا نتجه إلى البقاء على أسعار فائدة إلى الربع الثالث من عام 2024 على أقل تقدير. عندما ننظر هذه إلى الأرقام الاقتصادية، نعم أرقام التضخم عادت لتسجيل ارتفاعات في الفترة الماضية 3.7%، بكل تأكيد مبررة بكل شدة نظرا لأرقام أو أسعار النفط المرتفعة في الفترة الأخيرة. ارتفاعات أسعار النفط بأكثر من 30% في الشهر الماضي دفعت إلى أرقام التضخم إلى تسجيل ارتفاعات. هنا فقط أود أن أذكر هذه بأن السيطرة على التضخم لن تتم إلا بالسيطرة على الأجور في الاقتصادات الكبرى. الاقتصادات الكبرى أرقام الأجور فيها مرتفعة جدا، في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 4% في الفترة الماضية، فبكل تأكيد الأجور جزء لا يتجزأ من أرقام التضخم المرتفعة، فمحاولة كبح جماح التضخم قد يحتاج بكل تأكيد تخفيض الأجور، تخفيض الإنفاق الاستهلاكي، تخفيض حتى الإنفاق وثقة المستهلك بالاقتصاد. فبكل تأكيد المخاوف هنا تكمن، هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على السيطرة على النمو الإيجابي في الفترة القادمة وتخفيض التضخم وبالتالي العثور على الهبوط الناعم أو الهبوط السلس كما يسمى في الاقتصاد، وهو بكل تأكيد انخفاض التضخم مع بقاء النمو ضمن الدائرة الإيجابية. الولايات المتحدة الأمريكية حالياً 1.7% في النمو، التضخم 3.7%، فعلى ما أعتقد المخاوف تكمن هنا، هل سيتجه الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024 إلى ركود بالتالي ندخل في مرحلة الهبوط القاسي أو الهبوط الصعب بالنسبة للاقتصاد، وهو أن يتجه النمو إلى أرقام سلبية وأن يحاول الفيدرالي الأمريكي السيطرة على أرقام التضخم. على ما أعتقد قد تكون الإجابة بأن التضخم قد يسجل ارتفاعات في الفترة القادمة موجة جديدة، لما لا أن في شهر 11 رفع أسعار الفائدة، خاصة لو جاءت أرقام يوم الجمعة الحالي أرقام وظائف معتدلة كما كانت في السابق كما القراءات الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك سجلت أرقام التضخم ارتفاعات في شهر 11، فعلى ما أعتقد قد يكون هناك عملية رفع أسعار فائدة بمقدار 25 نقطة أساس في جعبة الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة. طيب بالنسبة لأسعار النفط، قبل أن نتحدث يعني عن الأسعار وما الذي ساهم بحصول الارتفاعات في أسعار النفط، لكن انعكاساتها على موضوع التضخم، الحديث يدور بأنه سترتفع الأسعار ربما العام القادم، ستصل يعني إلى 100 دولار بحسب يعني المتابعين والخبراء في النفط وفي الاقتصاد. انعكاس هذا الموضوع سيزيد الطين بلة بالنسبة لمحاربة التضخم، وبالتالي يعني المشوار باتجاه تخفيض نسبة التضخم ستطول أكثر مما هو كان متوقعا أو في حسابات الفيدرالي. نعم، ما فضلت هذه بكل تأكيد ارتفاعات أرقام أو أسعار النفط هي بكل تأكيد سوف تكون مضرة بكل الضرر بالنسبة للاقتصادات من ناحية، وبكل تأكيد إلى التضخم من ناحية أخرى. نعم، ارتفاعات أسعار النفط يعني ارتفاعات التضخم، خاصة التضخم الرئيسي والذي لا يستثني الغذاء والطاقة. بكل تأكيد الغذاء والطاقة هما مكونات متقلبة في الاقتصاد، فبالتالي بعض الاقتصادات تتجه إلى قراءتها بشدة، قراءتها بحذر نظرا لأنها متقلبة وهي بكل تأكيد مطلوبة كل الطلب من المستهلكين. فبكل تأكيد عندما يسجل أسعار النفط ارتفاعات وهو قد يسجلها في الفترة القادمة وصولا إلى مستويات 100 دولار للبرميل، قد تكون هناك ضرر كبير عودة لارتفاعات التضخم، وعلى ما أعتقد أرقام التضخم قد تسجل ارتفاعات قادمة. طيب بالنسبة للأسعار، أسعار النفط، ما الذي ساهم في هذا الارتفاع؟ هل هو فقط تخفيضات أوبيك بلس والتخفيضات التوعية من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا، أم يوجد أسباب أخرى ربما دفعت لحصول هذا الارتفاع في الأسعار؟ نعم، هذه عندما ننظر إلى تاريخ النفط فبكل تأكيد تاريخ النفط أو تاريخ أسعار النفط هي متقلبة كل التقلب نظرا للعرض والطلب. العرض والطلب هو المحرك الأساسي لأسعار النفط. عندما ننظر إلى العرض
تخفيض الإنتاج في الفترة الماضية وحتى زيادة تخفيض الإنتاج الطوعي. رأينا سلسلة من التخفيضات، تخفيض من منظمة أوبك بداية ثم تخفيض الطوعي بالنسبة للسعودية وروسيا في الفترة الماضية، ثم زيادة التخفيض إلى حتى نهاية العام الحالي. التخفيض حتى نهاية العام الحالي على ما أعتقد ليس فقط أداة رقمية، لكنت بل أداة نفسية بالنسبة لأسواق النفط. عندما يكون هناك قرار لفترة زمنية أطول مما كانت تتوقع الأسواق، فهي قد تكون صدمة للأسواق، صدمة للأسعار، وهذا ما قد دفعت الأسواق ودفعت الأسعار لتسجيل ارتفاعات. من جهة أخرى، مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما ننظر إلى مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أسبوعي هذه يسجل انخفاضات. القراءة الأخيرة 2.2 مليون برميل نفط خام قد سجل انخفاضات. حتى منصات التنقيب هي في انخفاض. نعم، بكل تأكيد، عندما ننظر حتى منصات التنقيب كانت قد سجلت انخفاضات في الفترة الماضية. فعندما ننظر إلى جميع الأرقام، العرض والطلب، أرقام تسجل انخفاضات. حتى آخر تقارير منظمة أوبك قد ذكرت بأن المعروض بالنسبة للنفط لن يعود إلى ما كان عليه قبل فترة الوباء إلا لعام 2030. فبكل تأكيد عندما ننظر إلى هذه الأرقام، معروض أقل، طلب أكبر، دفع أسعار النفط لتسجيل ارتفاعات. وهنا الجدير بالذكر هذه الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط الخام لا يزال يسجل أرقام سلبية في الفترة الماضية. تمام. عند انفتاح الاقتصاد الصيني وتسجيل أرقام إيجابية، على ما أعتقد سوف يكون هناك دفع إيجابي بالنسبة للطلب العالمي أو طلب الصين تحديدا، مما قد يدفع أسعار النفط لتسجيل الارتفاعات الأخرى، أو على الأقل أداء إيجابي بالنسبة لأسعار النفط. طيب، هلأ أريد أن أسأل سؤال بما يتعلق بالخام الروسي. النفط الروسي أو الأسعار التي تبيع بها روسيا، هل لها أي تأثير على الأسعار العالمية أم لا يوجد؟ نعم، على ما أعتقد هذه الأسعار بكل تأكيد، أسعار أو تحديد السقف السعري بالنسبة للخام الروسي 60 دولار، كان له تأثير في الفترة الماضية. خبر كان يعتبر قوي جدا وتأثير قوي، وبكل تأكيد دفع المعروض الروسي أو معروض النفط الروسي إلى التقليص في الفترة الماضية. بعض التقارير ذكرت بأن 25% إلى 35% انخفض التصدير الروسي. بعض التقارير الروسية قد ذكرت لا بالعكس، أن الأرقام قد سجلت ارتفاعات في الفترة الماضية نظرا لوجود شركات تأمين ليس من الاتحاد الأوروبي تم الاعتماد عليها. على ما أعتقد الخبر كان أخذ قوته في الفترة الماضية مع بداية العام، ثم سويا بدأنا نسجل انخفاضات لقوة الخبر. فعلى ما أعتقد هذه الخبر بات طي الماضي، بات طي الأخبار السابقة، فعلى ما أعتقد غير مؤثر في الوقت الحالي، إلا لو عدنا سمعنا ارتفاعات أو عادت الأخبار وعادت تسجل ارتفاعات من عقوبات أخرى، من عودة المحاولة السيطرة على الخام الروسي، فممكن قد يسجل بعض التأثير السعري على أسعار النفط. لماذا هذا السؤال؟ لأنه جانت يلين صرحت مؤخرا بأن سقف العقوبات أو أسعار النفط الروسية لا تعمل بالشكل المطلوب، فبالتالي ربما يعني كتلميح ربما لمحت جانت يلين إلى مزيد من العقوبات إذا لم تعمل هذه العقوبات أو لم تأتي ربما ثمارها إن صح التعبير على الخام الروسي. طيب، بالنسبة لبقية الأزمات الاقتصادية، التضخم لدينا، إجراءات البنوك المركزية برفع الفائدة، كيف ننظر لمستقبل الدولار في البداية والعملات الرئيسية أيضا؟ نعم، هذه على ما أعتقد هو السؤال فضفاض جدا، وممكن الإجابة عليه بتقسيمه إلى أقسام. تفضل. الدولار الأمريكي من ناحية، على ما أعتقد أداء الدولار الأمريكي قد يكون إيجابي في الفترة القادمة، قد يستمر بتسعير الفوائد المرتفعة لفترة زمنية مما كانت تتوقعها توقع الأسواق. المخطط النقطي من التصويت الأعضاء في الفترة الماضية على ما أعتقد دل على انقسام بالنسبة للفوائد أو بالنسبة لتحركات الفيدرالي الأمريكي، لكن اللهجة لا تزال لحتى الآن تشددية. فعلى الأقل إذا لم نتوقع رفع سعر فائدة واحد حاليا في هذا العام، قد يكون البقاء على أسعار الفائدة المرتفعة حتى نصف عام 2024 على أقل تقدير، مما قد يعطي الدولار الأمريكي بعض الارتفاعات. من ناحية أخرى، العملات الأخرى ممكن تقسيمها إلى جزئين. الجزء الذي قد أنهى عمليات رفع أسعار الفائدة مثل البنك النيوزيلندي وبنك كندا قد يواجهون بعض الضغط السلبي بالنسبة لعملاتهم. اليورو
بين الشقين، بين الشق امتثال الأداء السلبي في الفترة القادمة من المخاوف الاقتصادية، من حتى المخاوف بالنسبة لدخول الاقتصاد إلى الركود التضخمي، خاصة مع أرقام النمو المسطحة في الفترة الماضية قريبة الصفر، قريبة الصفر بالنسبة للنمو الاقتصادي، مما قد يدفع الأسواق إلى توقع إمكانية دخول الركود التضخمي بالنسبة لأوروبا، مما قد يدفع بنك أوروبا إلى البقاء على أسعار فائدة منخفضة، مما قد ينعكس إلى اليورو إلى أداء سلبي. الباوند، وأختم هنا بالجنيه الاسترليني، على ما أعتقد الجنيه الاسترليني قد يكون ميال إلى الأداء السلبي، خاصة مع عمليات المبيعات السندات في الفترة القادمة. تم رفع برنامج مبيعات السندات من 80 مليار جنيه استرليني في العام القادم إلى 100 جنيه استرليني في العام القادم، عفوا، من 80 إلى 100 جنيه استرليني، مما قد يعطي الأسواق، لا يزال هناك نبرة تشددية بالنسبة لبنك إنجلترا، لكن التوقف عن رفع أسعار الفائدة قد يكون بعض الحلول لمحاولة السيطرة على النمو الاقتصادي. لذلك قد يكون الأداء بالنسبة للجنيه الاسترليني حتى سلبي في الفترة القادمة، تحديدا في الربع الأخير من العام الحالي. لذلك الدولار الأمريكي قد يكون هو المستفيد الأكبر في الفترة القادمة. طيب سؤال أخير عن الذهب، بما أن الدولار هو المستفيد ومؤشر الدولار اليوم قوي، كيف سينعكس على أسعار الذهب؟ في الفترة الماضية كسر أو في اتجاه هبوطي الذهب بحدود 1840، الفترة القادمة كيف ستكون الأسعار؟ نعم، هذه عندما ننظر إلى أداء الذهب في الفترة الماضية، أداء أو ميل سلبي بشكل قوي، اختبار مستويات 1953 ثم انخفاضات متتالية حتى وصول اليوم إلى مستويات 1830 للأونصة. عندما ننظر إلى الأداء السلبي قد يكون مبرر جدا مع رفع أسعار الفوائد. بكل تأكيد عندما ننظر إلى أسعار الفوائد المرتفعة، عوائد السندات المرتفعة بشكل متتالي بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي، قد أعطى قوة للدولار الأمريكي من ناحية، وهو بكل تأكيد له تأثير عكسي على أداء الذهب. من ناحية أخرى عندما ننظر إلى أسواق السندات، بكل تأكيد عوائد السندات الولايات المتحدة الأمريكية قوية ومرتفعة جدا، حتى عوائد السندات اليابانية باتت، التي كانت تصنف هي الأقل بالنسبة لعوائد السندات، باتت تسجل ارتفاعات في الفترة الماضية، خاصة مع ارتفاع منحنى عوائد السندات بالنسبة للبنك الياباني. فعندما ننظر إلى عوائد السندات هي مرتفعة بالاقتصادات الكبرى، أعطى الذهب بعض الانخفاض بالنسبة للبريق في الفترة الماضية. قد يكون الأداء السلبي مستمر جدا، اختبار مستويات 1860 في الفترة القادمة قد يكون وارد، ثم العودة إلى مستويات 1800، كسر مستويات 1800 هذه قد يودينا إلى مستويات أقل في الفترة القادمة، ممكن أن نجد مستويات 1760 واردة جدا بالنسبة للذهب. تمام، شكرا جزيلا لك أحمد عزام، محلل أسواق المال لدى إيكويتي جروب، كنت ضيفي في هذه الجولة من عمان، شكرا لك.